من حصتنا اليوم. كان بريفي يكون معنا لاعب الاتحاد المنستيري فهمي برمضان اللي كان يصيب في اثيوبيا في المقابله الاخيره للاتحاد، للاسف ما تمكناش من الحصول عليه. فهمي موجود حاليا في احد المساحات قاعد يقوب بالكشوفات، ان شاء الله في مناسبه قادمه يكون معنا فهمي برمضان. على كل معنا فراس بالعربي لاعب النادي فجيره في الامارات، تالق كبير حصوله على افضل لاعب في شهر نوفمبر. فراس حكينا معاه على التالق هذا، نسمع شو جاوب. به فراس ظهر لي فرحنا برشا، ظهر لي اليوم سمعنا خبرة حصولك على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الإمارات، ظهر لي بطولة مش سهلة فيها برشا نجوم، ما تلعبش جمعية من الكبار حتى أنت فراس، حاجة باهية للاعب التونسي، كيفاش فراس تروحك غادي معنا؟ بيان سور، أول حاجة معناها نشكرك على التليفون هذايا وعلى البادرة الحلوة اللي عملتها. نشكر الزر اللي فجيرة بون صحيح الكلوب بتاعنا مش كبير برشا، مي في البطولة ما انا عندي بسمة فهمت، دونك انا ما كنعرف انت في رقم دي زيكيب كبار عندهم دي تونجي قويين برشا معناها كسوا ماديا ولا ما يخلطون بكدا، مي انا قاعدين معناها عملنا 7-8 جولات خسرنا، تعادلنا ربحنا ماتش تعادلنا في ماتش وخسرنا من كل فلوس، دونك بداية مش باهية فهمت. انا معنا بيرسونال مون قاعد ندخل فرحانة بيا، قاعد نقدم في ماتشات حنين معنا فهمت، ناس كل يقولوا محطة ما تعرف في مرات كان تونسي، دونك قاعد نشرف في التوانسة وديجا معنا يسروا يحبوا معنا يسروا في جوا 10 ولاد التوانسة ويحبوا معنا يمكن يوليو يجيبوا معنا من تونس فهمت. كاو دونك كتب ما جيت الحاجه الباقي الادابتاسيون كانت في طافيسه تاخرهم طافيسه مع الدوري نتاعهم مع الجوارات نتاعهم مع حتى مش فرد كوره نحن والاماراتي هنا في تكنيك بدون اكثر فيزيك واكثر انجاجمون دوك هنا لعب اكثر محلوله ما بقاش لقيت روحي انا في طافيسه فهمت. كيفاش قلت لقيت روحك فيسع، كيفاش تأقلمت فراس غادي معناتها فيسع متبقى لبيت النار، خرجت من هنا من ليتوال حتى ظهر لي كنا ما نلعب كنت ما كنا ما نلعبوش في تونس وانت ايضا كنت ما تلعبش برشا مع ليتوال، بس تفرض روحك وسط النجوم هذاك من الكل، كيفاش تأقلمت ساعة حتى ما تقز زاد فراس مش كيف كيف؟ ايه من الاول ساعة اول شهر كان صعيبة على ما تعرف الهيوميديتي هنا كي جيت سخانة في 40 45 تلقى الهيوميديتي في 70 80 كانك تلعب في الجو فوق. دونك كانت لي صعيبة أول جمعة جمعتين ومن بعد بردت الدنيا كي بدات بدينا نلعبوا في الشامبيونا والكوب بردت الطقس شوية، دونك كيما قلت كان هنا لي كونديسيون الطاقة اللي تي راني تي باتخور هنا معناها الدخول على نعمل كونترول غال ولا حتى شيء ديما تخمم في الطيب شوف شنو تعمل من بعد في الكورة عرفت. وأنا قلت لك اللعبة كلها بري تكنيك وأنا اللعبة نتاعي يساعدني في الدوري هذايا، بس كل تلعب كورة ما فماش برشا انجاجمون ما فماش برشا الكرة ما تقفش معناها بوندون 90 مينوت تقع الكرة تلعب ريتم عالي، انا والله تفاجئت من دور كنت في بالي معناها الخليج بصفة عامة انه الدوري نتاعهم يكون ضعيف، انا اخويا ريتم عالي والله ريتم عالي بكثير بكثير. اصعب حاجة تعملها ما تخرج تمشي ليكيب الجديدة هو الادابتاسيون، انا تأقلمت فيها لقيت جوات محلية معناها يفرحوا بالضيف يفرحوا بال كل سؤال جوارات ولا مسؤولين يفرحوا معنا بالجديد، هذاك العام اللي خلاني نتأقلم فيه أو خلاني ما نقدم مرة ثانية من أول مباراة تلعب. نتصور كبرت الطموحات نتاعك غادي فراس، شنو الهدف نتاعك ولا اليوم بعد ما تقريبا البارتي الاولى اللي هي الصعيبه التاقلم والانتجراسيون وانك تفرض روحك غادي عملتها، شنو الهدف نتاعك اليوم؟ اي حنا واحد لازم نعمل دي اوبجيكتيف وانا نعملها، انا دوب ما جيت لهنا كان عندي اوبجيكتيف اني نفرض روحي ونكون وكل ذاك الحمد لله جاي، ثم ليكيب ناسيونال ان شاء الله باش يعني تولي ليكيب ناسيونال. وحاجه اخرى انا بون مازلت على ذمه النجم الرياضي نتاعي دونك جيت هنا عام بري نكمل العام ان شاء الله نحقق اللي تحب عليه جمعيتي هنا في الكوزيرا ان شاء الله نكمل معناها ديزوبجيكتيف نتاعي كله ومن بعد نشوفوا معناها المستقبل كيفاش كيفاش نقعد هناك كيفاش نرجع لتونس. انا بصراحه عجبتني الاكسبيرونس هذه كان مش نطول فيها فوق كان مش سهل باش نقعد هنا ان شاء الله فيما خير. بداوا يحكيوا معاك على تجديد التجربة تولي مع تبصيفة نهائية ملك الفريق هذا وإلا حتى دي كونتاكت من جمعيات أخرين غادي بعد التألق نتاعك؟ والله فما دي كونتاكت ما يعني قلت لك أنا فما دي كونتاكت وفما ما فما الكلوب نتاعي اللي مازال ما حكيناش خاطر مازال كي بيت الشامبيونات صحيح ما عندش عملنا كان 7 ماتش تو ولا 8 ماتش
دونك مازال ما مقعدش معاه، مي تحس معناها فرحانين بيا بكدا، عاملوني معناها معاملة بيا برشا. يعني قلت لك الواحد يكمل العام بتاعه ومن بعد يشوف مستقبله مع نجم يرتاحني ولا هوني ولا إن شاء الله نختار الشوا الباهي. ديما نحط معناها ديما نكون في آخر العام نكمل الانتجريتيف ونحقق اللي نحب عليه أنا فرديا وجماعيا مع فريقي، ومن بعد كما قلت لك نشوفوا وين شي ربي يوجهنا خير وان شاء الله نختاروا الثنيه الصحيحه. قاعد تتبع في جوال؟ اي بيان سور نلعبوا الماتش ربحوا الشامبيونات ان شاء الله تكون مش كيما مسيره الجوال مش كيما عندنا اول مدينة زي بيها من بعد تعطلنا شويه من بعد رجعنا في الاخر ما لازم ما خدناش الحلوه دي. ان شاء الله السنه نلعبوا مع بيها ان شاء الله ياخذوا الشامبيونات ان شاء الله. مدرب جديد في ليتوال فراس، ما كنتش تخمم لو كان بقيت تنجم تاخذ حظك معاه خاطر نعرف ما كنتش تلعب برشا في تونس انت كنت في ليتوال رغم اللي وين تدخل تعطي الاضافه، ما ندمتش حاجه هكا ولا؟ لا لا ما ندمت صراحه ما ندمتش، اول حاجه ما ندمتش لاني قعدت كومبيتيتيف انا ليتوال تو بصفه عامه في تونس اول ماتش لعبوها عندهم جمعه. صحيح. انا تو فريت عندي شهرين نكور في الشامبيونات والكوب في كوب وكل شيء دونك بلو كومبيتيتيف على جوالات في تونس. ديك حاجه اللي خلتني ما خلتنيش ما ندمتش كي خرجت. وثاني حاجه دي كونديسيون هنا كومبارابل تونس في جوني تبرسمي او نيفو في كل شيء معناها في مكلتك في كل شيء في التيرانات في ليساج مسكيلاسيون في السيارات معناها تعامل معامله بروفيسيونيل فيها تم معناها كلمه فهمت دونك تخمم كي تخمم تو سكي اكسترا سبورتيف ما تخممش فيه فتحكي هوني كان في فورس تيران شنو بتعمل. حكيت قبيلك على المنتخب، صار كونتاكت مع المدرب الوطني ولا مساعد ولا حاجه هكا ولا مازال فما شيء؟ والله انا نقول لك انا تو في ليست الارجي نتاع المنتخب الوطني. وصلتك بري كونفوكاسيون معناها؟ لا 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 قبل معناها مشيت برشا مرات في المنتخب وقبل ما نجي هنا بحكيت جمعه تكلمت مع سي المنظور وقال لي الكره عندك. وكاو تو الكرة عندي كما يقولوا قاعد نكور ونخدم على روحي كان جيت انا موجود كان ما جيتش بالذات ديما ما نسند فيها من بعيد ولا من قريب. الفريق نتاعك وضعته صعيبه في راس مرتبه 12 باربع نقاط بعد ثمانيه جولات، الهدف نتاعكم تفادي النزول هكا شنو اهدافكم؟ والله تو ما جيت لهنا الاهداف تاع الفريق انه نحب يقعد في الدوري فهمت دونك في صحيح لعبنا خسرنا خمسة ماتشات ما خسرنا كونت لي زيكيب الكبار لي زيكيب اللي مباشرة معاهم معناها اللي هم مباريات مباشرة نحن وياهم مواجهات مباشرة مازلنا ما لعبناهمش والماتش اللي لعبناه ربحناه فهمت دونك هوني كيما قلت لك معناها الأوبجيكتيف نتاع الكلوب جوست تبقى مي أنا بيرسونيلمون نشوف اللي عندنا كيب طيارة جوست يمكن شوية شانس ونحط معناش توا ما باش تجي مازال ما شاء الله يمكن اكثر من 15 ماتش دونك كنت قدام كل شيء يبان. غدوة عندكم ماتش صعيب مع النصر اللي هو الثاني. غدوة ضد النصر ضد النصر ماتش قلت لك عندنا شهر ديسمبر كيلو ماتش صعب نلعبوا النصر وبعد شباب الاهلي بعد الوحده ومن بعد نلعبوا كونتر ليزيكيب اللي وصلت مباشره كنت مجمعين كنت تدوس فريق اخرين على شكل مين بالضبط. دونك هذوكم البلوز امبورتون تربح هذوكم فهمت تحب تقعد في الدوري ولا تحب تحفظ ما تحفظ مكانك في الدوري الممتاز لازمك تربح ماتش شويه هذوكم المقابلات الحمد لله لعبنا كونتر معناها لعبنا الماتش اللي ربحنا في الباكيت فيه وقتنا ربحنا زيرو هذاك كان كونتر فريق مواجهه مباشره ربحناه. المقابلات الجاي اللي قلت لي ما نعرفش مع شكون مع شباب اهلي دبي ومع الفوجي مع ومع الوحده. مع بعض شباب اهلي دبي ومن بعد الوحده. اي بالضبط. باهي في ناس قلت لي كلمه فبداوا يسالوا فيك عن لاعبيه توانسه. اي. هكا فما شكون اعطينا شكون سالوك مسج. لا ما انا جيت هوني خاطر فيترينا كما نقولوا لتونس خاطر الامارات جهه صابر خليفه قبل جهه شكون اخر العوافي ظهر العوافي وشاد الهمامي حاجه هكا عصام جمعه في بالي شاد الهمامي ظهر اللي زاد والله ما عنديش فكره جاوا ثلاثه اربع جوالات ومن بعد قالوا ما عادش نحبوا ناخذ التوانسه ما عرفش ما علاش وسنا وعاودوا رجعوا معناها خاطر هنا تعاملوا برشا مع البرازيليين يمكن فيها علاقات سياسيه في راس ما هو سبب في المده الاخرى مع تونس
والله ما نعرفش آه بالظبط، يوم مي سنين عاودوا رجعوا من يختبوا الكوره وسيب، ما نفهمش انا كده ما نعرفش، بس سنين عاودوا رجعوا كخبيب خفاوني انا ما سمى انا فما شيء ما نعرفش شكون اخر. انا قلت انا نعمل عم بيه باش ياخذوها، وفما جوال في تونس على السلام، انا مش من تونس على ياخذوا كم من برازيل والارجنتين فهمت، باقي انا تو فيترينا باهي تونس. يسالوك على شكون ولا ما جاوبتنيش؟ لا 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 ما سالوني على حد، جست قلت لك انا ان شاء الله نعمل عم بيه باش يسالوني على التوانسه ونجم يجيو تونس يحترفوا هنا. خويا بالتوفيق ان شاء الله، يعطيك الصحه في راسك. عايش خويا، عايش خويا. دونك كان هذا فراس بالعربي، تنجموا تعاودوا تسمعوا الانترفونسيون نتاع فراس على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس سبور. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا من السيسي في الاخراج ادم اللي يعمل لكم اللايف ستريمينغ اجمل.